السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا، ويا رب دايما على طول بتوحشوني. وقبل ما نخش على الفيديو وملخص لقاء الزمالك والاسماعيلي ومحمد صبحي عمال يعك كده على السوشيال ميديا مع محمد ابو جبل، عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك. بنجح بيكم ودعواتكم واكون عند حسن نكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك يصعد لدور الثمانيه، سيتلقى المصري بورسعيدي. ايه يا عم دودي، هو احنا ما وراناش غير المصري؟ معلش هنعمل ايه؟ هي كده تكسب النهارده بفوز على الاسماعيلي ولاد العم بهدف مقابل لا شيء من ضربه جزاء لزيزو المتألق المبدع المهول وهو احمد سيد زيزو. بس مش قادر اقولها يا جماعه النهارده، هنتكلم في بعض الحتت الفنيه. بس النهارده انا حابب اقول ان الزمالك الشوط الثاني مش هو الزمالك اللي دايما بيروح على الجون على طول، دايما باستمرار مفيش تنفيذ على الجون، احنا رايحين ببطء. هل الهدف ده لا يكفي؟ الاداء الشوط الثاني مش قد كده. بس انا بقول لك فيريرا لما بيكون قاعد بره بيتفرج على الماتش ومش عاجبه الاداء، بيكون هو حاطط رجل على رجل ومش راضي عن الاداء، وبيبقى عايز يولع في الدنيا باللي فيها، علشان هو بيكون عايز الراجل ده يبقى مميز. طبعا الزمالك يفوز ويصعد لدور الثمانيه مع المصري البورسعيدي، وان شاء الله باذن الله تكون لقاء ممتع ومثير، لقاء ممتع وجميل لدور الثمانية. وهتتفرج على كورة في كاس مصر من بداية دور الثمانية، طبعا بتتفرج بقى على فرق كورة، فرق محترمة، فرق تحب تتفرج على كورة بمعنى صح. وهو الزمالك هيكون عنده المصري البورسعيدي والاهلي عنده المقاولين. طبعا اللقاءات اللي هتكون مشددة بنسبة 95% في الكورة، مباراة كاس، لقاءات كاس، لقاءات ممتعة، اللي بيخسر بيطلع، اللي بيخسر بيصيف، وهو ده مصير كاس مصر في بطولة هذا العام. الخبر الثاني، عمالين السنة دي أو باليومين دول آسف، اليومين دول عمالين نتكلم على السوشيال ميديا على محمد صبحي اللي بيتكلم، عمال يقول أنا مش عايز الزمالك، أنا مش عايز أرجع، أنا مش عايز أروح، أنا مش عايز أروح أقعد احتياطي. أنا بقول لك يا محمد يا صبحي، أنت جون أبيض. محمد يا صبحي اوعى تفتكر ان انت علشان واقف في فاركو متميز او فاهم او عارف انت واقف ازاي. لا، انا بقول لك انت جون قليل جدا، واحنا نادي الزمالك اللي مش عايزنا احنا مش عايزينه. انا بقول لك كده، اللي مش عايزنا احنا مش عايزينه. وانا بقول لك بكل ادب واحترام، انت ابيض، انت ابيض، بتتحط لك بنص الملعب ممكن تخش. انت محمد يا صبحي جون على قدك، لكن لما تيجي تتكلم عن نادي الزمالك تعرف انت بتتكلم على مين. نادي الزمالك اللي خلاك حارس مرمى محترم، نادي الزمالك اللي خلاك عندك قيم ومبادئ محترمه. الخبر الثالث، وهو ايضا محمد ابو جبل اللي فعلا ندمان، ندم الدنيا، ندمان من جواه، وبيقول انا فعلا غلطان، وانا فعلا ندمان، وانا فعلا استحق كل حاجه على دماغي علشان اللي انا اسيب نادي الزمالك. وسمعت كلام شويه خراطيش، اي خراطيش بيكلموني اروح اطلع معاهم، زي الباشمهندس طارق حامد اللي فعلا ندمان ندم الدنيا علشان مطلوب من جمهور اتحاد جده ان الراجل يعود لبلده علشان هم مش موافقين عليه. هل بقى طارق حامد سيء جدا مع اتحاد جده؟ هل مستواه مش هو؟ هل الجمهور مش راضي عليه؟ دي حته الله اضرب اعلم بيها. طبعا احنا بنتكلم على ابو جبل داخل موسط لمسؤولين واداره نادي الزمالك علشان هو ندمان عايز يرجع تاني. وطبعا احنا لسه او الاداره لسه ما قررتش هل ممكن يحتاجوه ام لا. وطبعا انت ازاي هتبقى حابب ترجع نادي الزمالك وانت ماضي عقود او ماضي استمارات مع المصري البورسعيدي بعد صفقتك اللي فشلت مع النصر السعودي؟ وطبعا انت يا ابو جبل كل مدى الدنيا بتبوظ معاك، ويا ابو جبل انت كنت جون حارس منتخبنا الوطني وكنت مأهل نفسك في بطولة أمم أفريقيا وكنت عالي قوي، وطبعا أنت حبيت تتنمرد وحبيت تترسم. وطبعا يا جماعة فعلا كلمة اللي يخرج من داره ينقل مقداره، فعلا زي ما بنقول، وده مثل فعلا زي ما بيقولوه، وفعلا ده قاموس المعرفة. ولا إيه يا أبو كباتن؟ هو ده دودي سبورت.
دي كانت حلقه اليوم على ملخص لقاء الزمالك والاسماعيلي والخبرين عن محمد صبحي ومحمد ابو جبل. وان شاء الله باذن الله يا رب كل حلقه عجبتكم ان شاء الله باذن الله. قبل ما اقفل معاكم عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس نوصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك. بنجح بكم بدعواتكم واكون عند حسن ظنكم باذن الله. تنتظروني في كل يوم فيديو جديد مع صفقات جديده مع تالق جديد مع ابداع جديد من ملعب دودي سبورت. بشكركم، سلام عليكم.